اهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم ميكرو ماغانا، برنامج اللي كناخذوا فيه تصريحات الجماهير قبل بدايه كل مقابله وايضا النهائيه ديالها مقابله الكجرة فريق الرجاء هنا بمركب محمد الخامس. شفنا الرجاء في كاس العرش وشفنا الرجاء في بطوله احترافيه، فكيفاش كيشوف الجمهور الرجاء في كاس الاتحاد العربي للانديه؟ نشوفوا كيفاش كتشوف اول مشاركه للرجاء هذا الموسم ضد فريق كبير بنزرتي تونسي في كاس الاتحاد العربي للانديه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرجاء هذا العام ماشي بحال الرجاء ديال العام الماضي، في الرجاء كيعرفوا استعدوا بما فيه الكفايه، وان شاء الله غيكون انتصار. هو ديربي عربي بين فريق تونسي، هو اللي فريق عتيد ماشي فريق هين، ونادي البنزرتي اللي هذا العام كان في الكلاسمون هو الدوزيام، كان ند لند مع فريق الترجي، وان شاء الله غتكون انتصار حاني فريق الرجاء جوج اهداف ليسار. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يكون فوز فريق الرجاء البيضاوي ضد فريق البنزرتي التونسي اللي فريق عتيد وقوي داخل الميدان ديالو وخارج الميدان، مع ذلك بانه كان في الدوزيام تكلاسا في هذه البطوله اللي ديتها فريق ترجي، وان شاء الله يكون الفوز لينا والجمهور فريق الرجاء البيضاوي. النتيجه ان شاء الله تكون 3-0. ان شاء الله هذا الماتش راه غنربحوه ان شاء الله، الرجاء ربح 100 الماتشات متابعين، وهذا اول ماتش من غير البطوله ان شاء الله غادي نربحوه باش نمشيو في كاس العرب مزيان ان شاء الله ونجيبوه ان شاء الله. النتيجه غتكون 2-0. المقابلة كانت شيقة، وفريق الرجاء البيضاوي استطاع انه يفرض السيطرة ديالو بحكم تواجد لاعبين في المستوى العالي والتجربة والحنكة ديال المدرب السيد فخير. فالرجاء البيضاوي عزم ان شاء الله هذه السنة باش يفوز باللقب ويهدي الجماهير العريضة ديال فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي فريق كبير وكنتمناو ليه النصر في أي مقابلة، والبطولة العربية ديالنا والبطولة ديالنا
وكاس افريقيا ديالنا والبطوله العالميه معنا. المقابله كانت جيده وكانوا بيوتا مزيانين وفرحونا ان شاء الله مزيان. بالنسبه لمقابله الرجاء البيضاوي مع الفريق البنزرتي التونسي كانت تقريبا من احسن المباريات اللي قدمها الرجاء البيضاوي في ملعب محمد الخامس. لاحظنا انسجام ما بين اللاعبين من الدفاع للوسط الميدان للهجوم، والرجاء البيضاوي يعني كتوفر على تشكيله تركيبه ما شاء الله عليها، لا من دفاع لا من وسط الميدان لا من هجوم. في دكه الاحتياط كيتواجد لاعبين من الطراز العالي كعبد المجيد الدين جيلاني كحمزه بورزوق ياسين الصالحي. يعني الرجاء البيضاوي هذه السنه ان شاء الله البطوله والكاس وكاس العرب ان شاء الله.